وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السفير خليل بن إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية. سعادة السفير، بعد التحية، كما يعلم الجميع بأن الأمير الراحل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله كان حريصا على اتباع نهج توطيد وترسيخ العلاقات بين البحرين ودول العالم، لو تحدثنا أكثر حول هذا الموضوع. في البداية لابد من الترحم على صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء مثواه الجنة ورضوان النعيم، وتعازية ومواساتي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، وإلى العائلة الحاكمة الكريمة وشعب البحرين الوفي. كما تعلم أخي العزيز بأن مملكة البحرين منذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة في سبتمبر 1971 وهي شاركت في الدورة 26 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضا انضمت إلى جامعة الدول العربية في سبتمبر 71. فدائما هذه القضايا السياسية المطروحة سواء كانت على مستوى الأمم المتحدة أو على مستوى الجامعة العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي أو مجلس التعاون دول الخليج العربية، دائما مواقف البحرين مشرفة وتقف مع الحق، وأيضا تسهم إسهاما كبيرا في معالجة الأمور. وكما تعلم بأن مجلس الوزراء الحقيقة عندما تكون هناك مشاركات في وزراء يعني متخصصين في كل المجالات تجد أن هذا يطرح قبل يعني المشاركة على مجلس الوزراء، وسموه مطلع اطلاع كامل عن وجهة نظر البحرين، ويقوم بتسديد وإبداء النصح والمشورة. وعندما أيضا تنتهي هذه المؤتمرات يتم عرض ما تم التوصل إليه على مجلس الوزراء. فسموه رحمه الله كان مطلعا على كل الأمور السياسية، وهناك توجيهات طبعا أن مكانة البحرين مكانة معروفة في الأمم المتحدة ومنظماتها المتعددة، وتفضلتم بأن قلتم بأن هناك جوائز. فعلا البحرين يعني أصبحت الآن معروفة بجوائزها التي هي ليست فقط للمواطنين البحرينيين، وإنما هي لكل العالم، ويعني ممكن أن نطلق عليها جوائز عالمية وإنسانية. فالحمد لله يعني مملكة البحرين في هذا المجال كما تعلم نحن في جامعة الدول العربية تمر القضايا على مستويات متعددة، منها المندوبين الدائمين ثم المجلس الوزاري ثم القمم العربية، والبحرين تشارك بفاعلية كبيرة في مثل هذه التقسيمات التي هي في صالح الأمة العربية. ودائما البحرين لها مكانة معروفة ويستمع إلى رأيها وما تقوله، لأن فيها مصلحة وفيها شفافية وصراحة لوحدة أمتنا العربية ووحدة قضايانا والتغلب على كل المشاكل التي يعني تطرأ. وكما تعلم أن مجلس السمو عندما كان يعني يأتي أي زائر على أي مستوى لابد أن يمر على الديوان الملكي والديوان الأميري سابقا، وأيضا مجلس الوزراء صاحب السمو رحمه الله كان يلتقي بهؤلاء ويبدي وجهة نظره ويستمع إليهم. فالحمد لله يعني البحرين في هذا المجال قطعت خطوات واسعة وكثيرة في كل المجالات التي تفضلتم بها. نعم، سعادة السفير خليل بن إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية، شكرا جزيلا لك.